جولتنا في الصحف العربية الصادرة اليوم نستهلها من مصر، حيث كتبت المصر اليوم أن موضوع نشأة وباء كورونا والمسؤول عن ذلك سوف يتصدر نقاش مرحلة ما بعد هذا الوباء، ويتيح مساحة ضخمة من النقاش القانوني والعلمي والإعلامي والسياسي، وسوف تطلق الاتهامات بشأن هذه المسؤول وآثارها وتكاليفها. وفي الأردن سلطت يوم الغد الضوء على دراسة أعدتها منظمة عالمية تحذر من أن الظروف الحالية التي فرضها وباء كورونا وتبعات التعاطي معه قد تحدث تأثيرا سلبيا على حياة الفتيات وتضعهن تحت ضغط متزايد والزواج المبكر على المستوى العالمي وتحديدا الدول النامية. وفي الإمارات تخبر صحيفة الخليج قراءها بأن التراشق الأمريكي الصيني المتصاعد حول أسباب تفشي وباء كورونا طرح كثيرا من التساؤلات عن طبيعة العلاقات الأمريكية الصينية، وما إذا كان التصعيد المتواصل بين الجانبين سيفضي إلى مواجهة عسكرية كأحد السيناريوهات المحتملة لتداعيات الحروب التجارية والوبائية بينهما. وفي البحرين كتبت يومية الوطن أن الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا وجهت ضربة قوية للولايات المتحدة بعد الكشف عن أرقام هائلة لأعداد البطالة في البلاد خلال شهر أبريل الماضي، والتي لم تشهد أمريكا مثيلا لها منذ الكساد الكبير. وفي لبنان كتبت صحيفة الجمهورية أنه وسط فلتان الدولار والغلاء الفاحش وتفاقم حجم الانهيار الاقتصادي واتساع مساحة الجوع على امتداد الوطن، يتأهب لبنان لدخول أسبوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة الإنقاذ الاقتصادية التي سيكون مشوارها طويلا ومهمة المفاوض اللبناني فيها شاقة.